يرتاح عليه. أنا بعتبر شهداء نابلس هم شهداء جنين، كلهم أولادنا، زي ما أولادي في جنين هم أولادنا في نابلس، لأنه في تكاتف، في وحدة بيننا وبين أهل جنين، كلياتهم بعين تحت رأي واحدة، الإسلام واحد، والحمد لله رب العالمين. زي ما بنزور أولادنا من بجنين جايين نزورهم، دليل على الوحدة بيننا وبينهم. الله يصبرهم ويرضى عليهم إن شاء الله، إنه في جنات النعيم نلتقي إحنا وياهم. الله يكرمهم في الدنيا في الآخر زي ما أكرمونا في الدنيا أولادنا، ألبسونا تاج الوقار. الحمد لله رب العالمين. Thank you.